الاخوان هذا الفيديو هذا غادي يكون فيديو خفيف ظريف. اولا بعد السلام عليكم. الفيديو هذا اضطريت نديرو على قبلت الكوارث اللي كثرات ودغيا تسمع واحد مات بالموتور عاوتاني بدا تيقرب الصيف ولينا عاوتاني تسمعوا بزاف ديال الحوادث المميته ديال صحاب المطر. جات من الصيف اللي فات كنا سمعنا جات واحد الوقيته ما تشوف فيها بزاف ديال الدراري دقه وحده. دابا عاوتاني جات عاوتاني ولكن راه ماشي بلا ما تسمع مات بالموتور تيقول صافي راه مول الموتور اللي غلط مول الموتور اللي فوتيف. كاينين صحاب المطر تيغلطوا تيديروا اغلاط اللي تيوديو بحياتهم ولكن راه ماشي كلشي. راه 70% ولا 80% تيموتوا صحاب المطر بسبب الاغلاط ديال وحدين اخرين. لوبيس بس زوين بسبب الاغلاط ديال وحدين اخرين. يعني تتكون كيكون هادي بنادم حتى كيخرج لواحد مول الطوموبيل في طوب الفوات اللي يدير فيها الدوميتور ولا بزاف ولا بوليسي تيجي تيطيحك ولا يعني هادشي علاش كنهضروا في هذا الفيديو اخوتي. من بعد الانترو بقاو معنا. قبل من كل شيء نترحموا على الدراري اللي ماتوا الله يرحمهم ويوسع عليهم، خصوصا على الدري الصديق ديالي اللي كنا كنخرجوا مجموعين اللي كانت جا معنا هذه الهوايه هذه الله يرحمه ويوسع عليه. الدري اللي كان قمه في التواضع تنضارب معاه وكون انا اللي فوتيف انا اللي مني الغلط وهو تيحني الراس وتيعاود يصيفط لي ويهضر معايا. كدرها بزاف اش نقول لكم راه من اطيب خلق الله قسما بالله. الا تنقولها ماشي زعما مجامله فيه ولا شي حاجه ولكن راه ربي اللي عالم. الدراري راه اللي عاشرهم هما اللي عارفين هنا شنو كاين. الله يرحمه ويوسع عليه ونطلبوا الله الصبر. العائله ديالو راه صعيب تفقد شي واحد من العائله ديالك. المهم والدراري عاوتاني اللي ماتوا في كازا اللي ديك كانوا 3 بلاص انا ما نقولوش ماتوا دفعهم البوليسي طيحهم ما بقاش نغطيو الشمس بالغربه. البوليسي دفعهم كان الموت ديالهم على يديه هو. والدراري اللي ماتوا هنا عاوتاني في جهه كارفور الدراري اخرين ماتوا في جهه الزيت اي ممكن هنا ماتوا بزاف بالاس اج جهه تبات. المهم الله يرحمهم ويوسع عليهم هادشي اللي غادي نقولو. المهم نحاولو نهضرو في هذا الفيديو هذا نشوفو واحد الحاجة كنقولها لكم ديما ديما تنحاول نوصلها في الفيديوهات ديالي. فاش تركب على الموتور راه ماشي صافي غير طبق القانون ديالك صافي راك ما غادي يقيسك حتى شي واحد راه ميمكنش. راه فاش تكون عول انك تولي عندك موتور ولا تولي تقاد تسوق موتور راه ما كافيش انك تطبق القانون ديالك صافي. لا خصك بزاف د الحوايج. شنو هما هاد الحوايج هادو هما راه كنقولها ديما في الفيديو ديالي. يعني ديما دير اتونسيون من بنادم. دابا انا هذا قدامي غندوبلو على الله يسر ماشي غير ندوبلو نجي ندوبلو من حدا يقدر يزير عليا لوح. ديما دوبلو اتساع شي كرواسمو مثلا انت اللي عندك الحق دوز ماشي صافي انا عندي الحق دوز واحد اخر نقول براسي لا راه هو غادي يوقف راه ندوز طاير. لا ديما وقف كرواسمو مثلا بانت لك خاويه قلتي انت راه ما كاين حتى شي واحد يقدر شي واحد يخرج طاير فهمتوني. يعني ديما تركب على الموتور ديما دير الاحتياطات ديالك ديما دير فراسك راه حتى شي واحد ما تيعرف يسوق راه كلشي متهور قدامك وانت اللي خصك تكون مول العقل. تنقول لكم ديما هاد القضيه هادي هكا ان شاء الله غير ماشي كتسوق بهاد العقليه هادي ان شاء الله ما غادي يكون غير خير وما غادي تجنب بزاف ديال الحوادث في الطريق. وراه من الصيف اللي فات ما سمعنا كصايد ما سمعنا بنادم مات بموتور. راه عاوتاني الصيف غادي يبدا عاوتاني. دابا بدانا كنسمع عاوتاني بنادم بدا تيموت بموتور. يعني علاش غادي نخليو الناس ياخذوا فكره على الدراجه هذه باللي راه هي السبب اللي تقتل الشباب واخا تهور ديال واحد اخر ولا شي حاجه ولكن راه ديما انت خاصك ترد البال. والجرا في وسط المدينه راه ما خدامش. يعني الجرا في وسط المدينه راه خاص تكون طريق خاويه وما يكون حتى شي واحد كرواز ما خاصك توقف فيها. المهم راه بزاف د الحوايج اخوتي راه خصنا نردو منهم البال. المهم اخوتي هذه الفكره اللي بغيت نوصل لكم بلا ما نطيحوا في التكرار ونقول نعاودوا نفس الفكره في كل فيديو. بغيت غير نقول لكم باللي راه ما كافيش انك تطبق القانون ديالك. انت انا نطبق القانون ديالي وغادي الا ما وقفتش لهذا غيدخل فيا وهذا ما عندوش الحق يدوز. فهمتوا اش بغيت نوصل لكم. حنا كاينين المكاريب كاينين المكاريب بزاف في الطريق راه بزاف. تكون غادي بموتور راه ما تيتسوق لك شي صحاب وغادي يسايق بيكالا ولا ما نعرف. المهم هادشي اللي بغيت نقول اخوت والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. الصيف راه داخل الحديد راه تيكثر والله
يسهل على الجميع، واللي ما دايرش شي لايك يديرها، شي كومونتير، شي ابوني الا ما دايرش شي يديرها، ولا بالك هادشي غادي ينفع شي واحد اخر علاش ما تبارطاجيش، لما لا. وبيس اند لوف.